تبارك الله ما شاء الله زين. وتباتا منطقة تباتا منطقة تباتا ما شاء الله. بلاش بلاش خليها هذيك انا نعطيهم انا نعطيك خمسة بخير. هاني ليا الله يكبر بك الله يحفظك. قلتي لي هذا جدر ياك شحال عنده خويا؟ 3 سنين ما شاء الله كرون طايا. احسن قهوة في العالم عزيز ري حرير. تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك خويا. تلف الناس الاموز ديال البريسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني مشبهي قناة طائر الحسون المغربي. نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم يوم الأربعاء غنمشيو لهاد السوق اللي هو منطقة سباشا نقرب لكم الأجمل ديال الطيور المتواجدة في السوق. كما جرت العادة الإخوان اللي شاف هاد الفيديو يخلي واحد التعليق زوين يتابعونا في القناة. وراكم عارفين بالنسبة لليوم السبت ويوم الأحد ربما من المقترح أنهم غادي يقترحوا داك السوق ديال إفريقيا واللي غادي يعمر. هذا الشيء ماشي بيدينا حنايا بيدين السلطات. كنتمنى يعني هذا السوق ديال القريعه ما يمشيش يعني هباء منثورا يعني يبقى يعني واحد الملجا ديال الناس الباعه والناس يعني المولوعين. وتحياتي للجميع والله يدير الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يوم كبير مزيان هاني الله يحفظك الله يكبر بيك اخويا الله يحفظك خويا عزيز. السلام اخويا والناس معقولين. هيا مرحبا اخويا الله يحفظك الله يكبر بيك اخويا. بالنسبه اخويا لهاد الجدر اخويا شحال عنده؟ الجدر عنده عامين ونص. عامين ونص مرحبا. ثمن 800 درهم ثمن مناسب. ثمن مناسب طيربوني مقبيح وكاع على جا شي واحد كيتصاوب معاه راه نقصوا لي فلوس. مرحبا مرحبا خلص شقع وفلوس. علاش لا يجي مرحبا بيه اخويا يجي تولع ويدي طوير زوين. ما عادوش يتولع. هي هادشي اللي كاين. مرحبا خويا عزيز غنشوفوا خويا الصوره ديالو. مرحبا ما شاء الله. وبالنسبه للقفز يلاه بدلتو لي هاد الصباح. بدلتي لي القفز هاد الصباح كان في قفيز ديال البلاستيك كبير هو راه كيتكلم عريان سبحان الله العظيم. ما كاين طير اللي كتبدل عليه يعني القفيز كيسكتش هذا ما شاء الله. لا هذا فين ما حطيش المخلب ديالو كحال اخويا عزيز وعنده الديالة سبحان الله العظيم طوسية مكركة شيها وكاك ما شاء الله كاك سبحان الله ما كيدورش عليها. النميرة ديالك اخويا يونس 06 36 56 91 91 37 الله ييسر اخويا يونس. قلتي لي شي ميساج بغيتي دوزو؟ واحد الميساج بغينا ندوزو على الله يوصل المسؤولين. خويا كما ديك النهار هضرنا معاك باش تجي تصورنا جنب سوق المطر. اييه كنا بغينا نشدو لك المكان بالنسبه للولاية عالم مزيانين. اييه شريتوني قلت لي بان من شارحنا هذيك البلاصه لا على وعاسه. اييه تقدر توصلوا الهضره اخويا. علاش بنادم كيبارطاجي بنادم كيهز فيديو كيروح لصحابو يعني بالصوره ديالك خويا عزيز نقدر نوصل. ما نقدرش نحضر واحد الانسان سبحان الله العظيم تقدر الفيديو ديال ديك النهار تقدر يوصل الميساج. كنشكرك خويا هادشي اللي كنتمناو اخويا. بالنسبه كاين واحد بعض الناس كيبداو يتكلموا على الهضره هادي في السوق ما غيبقاش النص السوق ان شاء الله غيدير ليه بلاصتو بالنسبه للموالع القدام بالنسبه للبلاد القدام ديال السوق. حنا الحقيقه راه حنا هادشي اللي سمعنا عليه وغيدير الله تاوي ان شاء الله غير هو حاجه واحده. الناس اللي ما كي بالنسبه لواحد الانسان ما كيبغيش واحد عندك ليش بقى تعطيني الهضره ولا
انا دابا شي وحدي كداوينا بالضرب خويا يونس، انا ما حاقدين على شي واحد، ما يعني ما عندنا حتى مشكل مع شي واحد. نمشي حنا يعني دايرين هاد القناه، يعني خصيصا الاولىها باش نوصلوا المعلومات للناس. هادشي اللي كاين اخويا بالنسبه للمعلومات. الله يعطيك الصحه اخويا، الله يكبر بيك اخويا. هادشي اللي كيعجبني علاش درت النار، درت شي معانا جوله اختصاصيه. عباد الله كيجري وتصور على راسك ولينا غاديين بك انت خدام معانا اخويا. مرحبا اخويا وتبارك الله عليك اخويا ونس، شكرا بزاف. لا لا يخطيك، امين اخويا. حسن خويا عنده المليح اليوم، تبارك الله يا سي حسن. حسن خويا كي داير مزيان؟ قول لي يا خويا شحال الثمن ديال هاد الميز؟ الثمن ديالو 1200 يبقى 1000 درهم ولا خا 1000 درهم ولا خا ريال. كاين شي عيب؟ في واحد هو دابا، هو دابا ضرب لا فينيسيون، ضرب تشاو شي وحده، في واحد التخاسيم اللي فيه كيضربها ولا فيها كيضربها مره مره. مره كيجبدها، هو دابا راه ما جبدهاش. راه اللي كاين حنا قلنا اخويا. شحال عنده اخويا حسن؟ 8 شهور. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الحدادية ما شاء الله. اللهم بارك. وباقي كيسمع الكلام اخويا عزيز. اخوان راه فيه الكلام ديال مراكا باش نوضحوا يعني الصورة ويعرف بنادم اش من كلام هذا. غير هو شادو بواحد الطريقه زوينه، وكيف ما كنعرفوا الاخوان بان مالاقا الاصل ديالها راه هي الودانيه، راه هي مركبه يعني دخلات الكمبيوتر وتقادات. سي حسن النميرة خويا 06 51 73 94 19 شحياتي خويا وكنشكروك. كاين شي طويرات اخرين عندك ياك؟ مرحبا. تعوقات ما شاء الله تعوق. قلت لي جدر اخويا حسن ياك؟ عنده عامين ما شاء الله. بالنسبة للثمن ديالو شحال كتقول فيه خويا حسن؟ الثمن ديالو تنقول 800 بقى 700 درهم تيجيبو. بقى 700 درهم ولا خر ديالو؟ ولا خر ديالو عنده عامين. خليه تيتكلم ونشدو الصورة ديالو. مرحبا خويا فيها سيدي راسي. والله عادي. الخزانه ديالو كيدير اخويا حسن؟ مزيانه ياك. راه باقي في الدار تبارك الله وكيدير. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.
عاود معنا النمرة اخويا حسن. 06 51 73 94 19. عندك شي فيديو ديالو اخويا حسن؟ عندي ياك. صافي اللي بغى اخويا يعطي الفيديو ديالو وتفاهم معاه، وتحياتي للجميع. نشدوا الصورة ديالو اخويا. طوير واد الاخوان، راه باقي في البدالة، راه باقي مازال كيصفي. اخ حسن راه كيجيب تبارك الله البياسات اللي كيكونوا يلاه خارج من البداله، يعني ما يمكنش غادي يشري طير اللي غيدخل البداله يعني ما يستافدش منه، وما يقدرش يبيعه لواحد اخر اللي غيديه وغيدخل للبداله. هذه هذا هو الميساج اللي بغينا نوصل للاخوان. تحياتي خويا، شكرا. لا تبارك الله ما شاء الله، الزين والتباتة. منطقة سباتة، منطقة سباتة ما شاء الله. العقولية الإخوان، الأصل ديالو أخويا هذا قرع، قرع العام الثاني، العام الثاني يعني ضرب الجبدالات. و الكلام ديالو، الكلام ديالو زوين ويداني ما شاء الله. بالنسبة للثمن 800 درهم. عندك شي فيديو ديالو؟ عندي لكن التليفون ما شفتوش معايا. لا اللي بغاه غتصيفطوا لي في الواتساب. مرحبا مرحبا الاخوان، راكم عارفين بان الطوير خصو يتشمش باش يوقف باش يتسانترا، بحكم ان هاد الايامات الاخوان راكم عارفين الجو كيدير كاين البرد، والليالي يعني مقبله جايه في الطريق ربما في 25 في هذا الشهر. بالنسبه خويا النميره ديالك، عندك شي طويره اخرى بعدا؟ كاين واحد الجدر. مرحبا شدو حتى هو. بالنسبه لهذا الجدر قلتي لي يا خويا القادر ياك. كنا هضرنا خويا هذاك الميسو باش نوصل واحد الميساج للاخوان، الميسو ديال الاخ عبد القادر. شحال من واحد كيقول لك حنا جبدنا غير الهضره، قلنا بانه واش مصبوغ، باش بنادم يعرف بان هذاك الميسو راه ما مصبوغ ما والو الاخوان. راه اللون ديالو يعني دوريجين ديالو يعني ما اللي بغاه اللي بغاه يجي جبدو ويدير لي كلينيكس كاع، فهمتي، يمسح وجهه لابوراتوار كاع، يدير لي التحاليل ياك. مرحبا. بالنسبه لهذا الجدر شحال عنده؟ هذا عامين. عامين ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخويا؟ هذا 700 درهم. 700 درهم مكلم حتى هو خارج الكلام. مكلم مزيان. مرحبا. النميره ديالك اخويا؟ 06 61 70 44 09. تحياتي اخويا عبد القادر، الله يسخر لك، شكرا. السلام عليكم. كيدير مزيان هاني؟ كراو دام اخويا هذا ديال الشوك باين ما شاء الله. الكلام اللي فيه كيدير الودانيه يعني قرع حفاظه حافظ على الحي. الثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 600 درهم. واللي بغا دير معاه ثمن زوين. عندك شي نميره؟ 06 01 17 25 64. شكرا خويا، تحياتي. الاخ حسن السلام عليكم. وعليكم السلام. قراو دام اخويا حسن.
ما شاء الله العقولية وجني واحد طالقهم ما شاء الله. سامع الودان يا خويا رمو انا مغمض دابا هذا خويا حسن. لا لا كيتكلم هاك مولا قال لي راه مكلم عندي في الدار اخويا حسن. اه وكنتي خازنوا علينا هذا. اه يلاه جيو تسا خويا مصطفى ما شاء الله قرا ودعام وطلق جني وحاج وراه ما شاء الله. اه الله يسخر اللي غياخذوا بالنسبه خويا الثمن البيع هو 500 درهم 500 درهم 600 درهم هو 500 كيف ما كتسمعوا الاخوان حنا راه ما كنطبلوا حتى واحد. حنا اللي كينا كنقولوا في الطير يعني كان طير فيه العيب راه كنقولوا فيه العيب. الطير كيبان لك عاقر رجيلات بيضين تبارك الله ما شاء الله شنو اللي كاين كنقول اخويا ومسانتري تبارك الله وكيوقف على دفارو ما شاء الله. عاود معايا النمره خويا حسن هذه المره الثالثه اللي كنعاودوا معك النمره 06 51 73 94 19. بارك الله فيك خويا حسن والله يسخر لك. كيتسمع الصوت ياك لا حيت كيدوي في خاطر وشويه عاد كيبدا يتجبع زعما بالنسبه لك كيتسمع خمس دقائق ما خاصو يسمع الطير كامل عرفتي باش نمشي ناخذ صاشي اخرى حتى السريع. دابا المشكله هو انك الطير راه كتبقى تسنى فيه خويا تيتكلم راه كتعطيه يعني الوقت ديالو انت باش خارج من الغطاء صح ماشي زعما لا حتى بالنسبه لنا في التصوير اخويا راه خاصك تسنى الطير يعني تيقول على الاقل يقدر يجبد شي عيوب يقدر ماشي كندوي على الطير يعني بالضبط فهمتيني كندوي على اي طير باش كتوصل يعني الصوره على حقيقه ديالها. بحال ما ذكرنا ثلاثه د الميزات راك انت عارف فيه العيب فيه الحصول ولكن هايج وصين مزيان باغي يخدم هادي مكملتش داك واش داوينا حنا الاصل ديالو خويا من القلعه قرع ولد العام قرع ولد العام ديال القلعه ما شاء الله. دابا غنسولك على الثمن. الثمن عارفين 600 عطاو 600 درهم يعني اللي بغاه غادي يفوت 600 درهم صافي ما قلتي عيب اخويا خليه مازال مازال يجبد شي كلام كنقول لك راه ما كنسمعوش. مرحبا الوطواطي هادي والحداديه يعني راه كاين واحد اسم الجباه ديال الطاوة ثلاثة سيمانات باش خارج من الغطا اما مدوش ما خارج ما هو ثمن الاخوان راه كيقول يعني عطاو 600 درهم يعني اللي بغاه يتفاوض معاه كيف ما كنقولوا. ومرحبا والف مرحبا. بالنسبه للنميره ديالك اخويا 06 75 09 76 56 واللي بغاه الاخوان يجي يريح معاه في قهوه يجي تيسمعوا وديك الساعه راه يعني يمشي مقتنع. تبارك الله عليك خويا شكرا الله يعزك الله يرحم الوالدين ودينا والدين. هذا راه ماشي مرض ماشي مرض هذا راه يكون وداني وداني يا صاحبي هذا واحد الان ما سمعتش فيه هذا احسن من مالك هذيك اللي كتسمع كونفورس وكتسمع امتحان هذا ديال الصالون واحسن الاخر برضه راه وداني هذا ماشي مرض شي وحده ولا ما كانش عارف الكلام اللي كيتصنط ليه يعني هذا اللي خديتيه من عنده خويا ماشي مولود هذا الكلام هو اللي عندك في الميسولا ميسو خويا تماما راه ضرب الحبات ديالو كامل ما شاء الله طلع لنا الشرابه راه ما عندوش اه ناخذ ديال الشرابه الجديده اه وداني هادي واش السي ايوا شوف عندي خويا المرضي انا جاد اه
الله يشعنزني بالله عندو عامين اخويا. لا لا ود عام اخويا ود عام خويا يونس. بالنسبه خويا لهاد الميسو قلتي لي اخويا يلاه قديتيه، بالنسبه للكلام اللي فيه راه وداني يا الاخوان غادي تسمعوا مزيان داكشي اللي كاين واللي بغى اخويا يدير معاه تما زوين. صافي مرحبا. بالنسبه للكلام ديالو راه ضرب تبارك الله، ما سمعناش فيه لا كناريه لا عين حد الان لحد الان. غادي يكون الثمن مناسب اخويا. النمير اخويا يونس 036 59 91 37. شكرا اخويا. بلاش خليها هذيك، انا نعطيك خمسه ديال عندك على الطوير، عندك غير الزاوي خويا مصطفى ياك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. باش نجيك من الاخر صافي داخل. ها اللي بغيتي بغيتي حتى جوج نعطيك جوج، ما عنديش مشكل. اخر ثمن جمله 90 درهم 100 درهم الطيب. تا فين هو الفرق؟ لقيناه هذوك غنخليهم حتى النهار. 100 درهم واش اللي بغيتي تبيع جمله خويا مصطفى؟ ضرب على الطريق من الجهه باش هو يا ركي دايرين تبارك الله. اصبر هلا مصطفى شحال؟ دخل المقنين عايز المقنين تكر اخويا ركي العد تكر هذاك تكر تكر انت هو اخو. انا نعطي لها 90 انت صافي خديتها كامله. واش مصطفى شحال داير؟ اريف خنطي اريف كشوي انا بعت فيها شرتك واخويا انا جاي خويا بخذ 25 قدام السيد غير ما يدري انا ما باغي والو. لا شي الله يسخر المولى هاك 10 زيدني هادي تاهي هادي طايره صاحبي هذا فرخ هادي الكره جوج كره ديال المولى مقيمين هنا. شحال داير اليوم اخويا؟ 120 اخويا 130 انا لا بالنسبه للنتاو نتاو نشوى 30 درهم كاين 40 درهم انت مال القريعه باغي 100 ريال اخويا عاد جوج بياس اللي باغي. بالنسبه للطير الطير 120 130 كشوى القرقاع حبه بحبه اخويا تكر بتكر قال اخويا انت وتر ملاح. اخ مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. اش عندك اليوم اخويا؟ خويا راه جبنا شي حاجه ما كاين شي حاجه. اش اخويا قرب عندي. بالنسبه لهادو شحال عندهم اخويا هاد البيو؟ شهير كلمين داو. بالنسبه لهذيك التيشانيه انت هو ياك؟ هو قرعه الثمن ديالها شحال؟ 200 درهم 200 درهم راه مع البيوات. وبالنسبه لهذا الميسو خويا؟ ميسو وداني وداني واللي بغى الكلام ديالو راه صيفطو. وبالنسبه للعيب ديالو اللي فيه؟ لا العيب؟ اه ضروري شويه ديال شي طغا شي مثلا في واحد الدوبليه كيضربها مره فهمتيني؟ اييه ومراه يلاه خارج 2023 بالنسبه للثمن ديالو؟ العام الثاني عام باش كيعطي الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 600 درهم 600 درهم المناسب اللي بغيت. وهذا الحداد اخويا مصطفى؟ هذا 400 درهم. كنعرفوك اخويا مصطفى كتجيب يعني انواع ديال الطيور اكثريه كتجيب الشرشوريات. الشرشوريات بالنسبه للولوال اخويا؟ الولوال اخويا راه كيبداو من 200 درهم هاد البو عنده عامين قلتي لي. مرحبا سي مصطفى. المهم اللي بغى شي وطواط بغى شي بوح بغى شي هزار بغى مثلا شي حداد سي مصطفى راه في الدمه. خويا مصطفى النمر ديالك اخويا 0674 84 54 94 اللي بغى شي حاجه الاخوان يتواصل مع هذا السيد راه يعني ثقه وموثوق منه هذا السيد. وتحياتي خويا مصطفى الله يكبر بك شكرا. السلام عليكم السي شعيب. هاني خويا الله يحفظك الحمد لله. قلتي لي هذا جدر ياك شحال عنده خويا؟ 3 سنين ما شاء الله. كرون طايا لاطاي ديالو كبير ما شاء الله. بالنسبه للثمن 600 درهم هو البيع ديالو. كلامو كيدير ويداني ديال مراكش مراكشي كيبان لي الله خارج من البدايه الله خارج على حسب الشوفه ديالي. الله عريس عليه بشي سيمانه دابا. كذا كرجيلات الاخوان راه بيضه رجيلات بيضين المخلاب ديالو راه باقي ما لاحوش يعني المنقار منقار يعني ما خصناش نقول المخلاب المخلاب هو الضفير. هذا مصطلح شديناه يعني من الناس الاولين وبصراحه المصطلح شويه يعني مصطلح خاطئ.
قوم ديالو باقي كحل. النمرة ديالك اخويا بشحال؟ 06 06 65 69 75 53 طوير اللي دار مرتين اللي بغى طوير اخواني يتواصل مع السي بشعيب ويدير معاه ثمن مناسب. شكرا خويا. سير الله يسلمك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا العزيز بخير. الله يحفظك. هذا قلت لي جدر. جدر جدر شحال عنده؟ عنده 4 سنين. 4 سنين بالنسبه للكلام اللي فيه؟ كلام وداني. ما عمرو خدم؟ ما عمرو خدم؟ خدام مع نتوا ديال القماتشو ونتوا ديال لاكار. ديجا خدام مع نتوا ديال القماتشو؟ ونتوا ديال لاكار. نتوا ديال لاكار. الثمن؟ الثمن كنقول فيه 1000 درهم. 1000 درهم. يلا خارج، أما إلا صار غيكون ثمن أخر. بالنسبة لهاد 1000 درهم واش على كلامه ولا على الخدمة ديالو؟ على كلامه وخدمته. عليهم بجوج. بجوج. يعني فيه كلام. كرافي. أكشري يا خويا أكشري كيبغي يسمع. آه. كيبغي يسمع الطير. مرحبا. ما عندكش شي كلام ديالو مثلا؟ فاش عندي عندي فيديو ديالو. اللي بغاه صيفطوا ليه مرحبا. وهذا خويا؟ لا قريع. راه ولام؟ راه ولام. الثمن؟ في كلام تانت في السيف. كلام ديالاش؟ كلام ويداني. كلام ويداني. الثمن ديالو قلتي؟ الثمن ديالو 600 درهم. 600 درهم. الاخوان اللي بغا شي طوير من الطويرات عيط لمولاهم. بالنسبة للنميرة خويا؟ 06 06 66 03 42 52 52. شكرا خويا. الله يسخر لك. الله يحفظك. الله يكبر لك ويدعس. امين. الله يصلح لك الوداد تتاكل. اللهم امين. شكرا بزاف اخويا. الله يسر لك اخويا. الله يسر لك. امين. الله يحفظك. بالنسبة للطويرات اخويا ديال الخدمة ياك؟ ثلاثة ديال الأصل ديالهم. أه قول لي كاين حتى هاد الثالث. أه أنتم كيف ما كتشوفوا الإخوان جوج زوا وقرع. الفوزة حاضرين بجوج زوا وقرع هو الفوزة. هذا جدر وهذا جدر والقرع هو اللي فلق فيه الزحمر. بالنسبة للثمن ديال الجدور شحال كتقول فيهم أخويا؟ هذا اللي فيه يدي 900 وهذاك اللي فيه 1300 وهذاك الفوقاني 1200. 1200 هذا 900 وهذا هذا 900 درهم وهذا 1300 درهم. والاخر قرع. قرع عامين. الثمن 1200. بالنسبه اللي بغى يخدم اخويا ياك؟ خدمه وكلام. هذا راه خدمه وكلام. يعني خدمه وكلام. كما كيقولوا ماكله ودواء. مرحبا. تبارك الله. الطويرات راه واصلين الاخوان. يعني ما بقى والو للخدمه الاخوان. الطويرات في المستوى الصراحه. بالنسبه لهذو الاخوان كيقول الاخ الكريم بانه دار بين مشهد سعود. تقريبا دابا عندهم شي 4 شهور دابا ياك. بالنسبه للثمن كتقول 180 درهم. الثمن الاخوان كيقول 180 درهم. عندك شي نميره؟ لا لا. طوير ما شاء الله الاخوان. الهيئه ديالو زوينه. هذا الاصل ديالو؟ قرع اخويا. قرع شحال عنده دابا؟ يعني ولد العام. ولد العام. ولد العام. ولد العام. باقي شويه مداجر. الله خرج اول خرج لي. اول خرج لي. شكون حاط عليه هذا؟ خويا كان حفاظ هذا. يعني اش حاط عليه؟ ويدانيه. ويدانيه. اه ويدانيه. الحي ولا الشريط؟ لا الشريط. الشريط مرحبا. اه الشريط. اللهم بارك خرج لك شي كامل اللي خرج فيه اللهم بارك. بالنسبه للثمن؟ الثمن اخويا 800 درهم. اللي بغى يجي تيسمع. اه تيسمع. هذا هو الشعار ديالك. آه مرحبا. انا من راسي وجبت. النمير ديالك اخويا 06 06 66 95 95 99 99 22 22. بارك الله فيك خويا. الله يحفظك اودي اخويا عزيز. الله يكبر بكم اخويا. امين امين. ايوا راه طوير اللهم بارك. راه اللي يسمعوا راه ما يطلقوش من يد.
هاي ثلاثه جوج الفرن. المنافسة الشريفة خدي الغارف خدي الغارف الله يسهل الله يسهل عليك اجدر اخويا مصطفى ياك هذا الله خارج ياك عندك هذا وعندك واحد اخر ياك تبارك الله بالنسبه للشمال هذه 700 700 درهم مازال تصوب في نقطه القيطه بينها هو داوي عندك شي نقيطه بويده لتحت صغيره باش يلهي المهم الثمن يعني قابل للمفاوضه كيف ما كنقولوا دائما الثمن زوين نقي الهيئه ديالو الاخوان ما شاء الله تبارك الله بالنسبه للمريقد اخويا مصطفى صفرو مرقد ديال الصفرو لا شفت بالنسبه للثمن الاخوان راه كيقول 700 درهم ياك قلتي كاين هذا حتى هو هذا حتى هو قلتي لي فيه كلام ياك هذا فيه كلام 1000 درهم كنا باغيين نسمعوا الكلام ديالو ما بغاش يتكلم دابا تبارك الله ما شاء الله النميره ديالك اخويا مصطفى 07 17 84 35 96 السلام عليكم وعليكم السلام سي مصطفى بخير هاني صحتك لاباس شي بخير الحمد لله قلت لي يا اخويا مصطفى باغي توجه واحد الرساله على حساب السوق ديال القريعه واش غادي نقول لك استاذ حساب السوق ديال القريعه تيبان ليا السلطات مساكن تمحنوا حتى هما معانا حنا حتى حنا تمحنا معاهم هذه هي الحقيقه لانهم تيبقاو مسؤولين حتى هما خدامين وحنا تنبقاو جينا نجيو كنبغيو نترفقوا على الله دابا تنتمناو المسؤولين الكبار يشوفوا لنا شي مكان يسترزقوا فيه الله هو كان نص نهار في اليوم فماشي شي حاجه يعني ما كيتسبب لا في عرقه لا لا والو والله اعلم انا كنقول والله اعلم دائما حيت هما اللي تي المنظور ديالهم ماشي هو المنظور ديالنا احنا حنا اللي تنتمناو يشوفوا لنا شي بلاصه اللي غادي نتمركزوا فيها بالنسبه لديك البلاصه اللي شفنا يعني مورا سوق المطر هذاك اقتراح ديالكم اخويا خويا هذاك الاقتراح كان ديال المالي فهمتيني انت كتبقى كمصور كمؤدي للرساله وحنا الحمد لله راه ما تنشتمو حد ما تنسبو حد وهذا الشيء ماشي من التربيه ديالنا والاخلاق ديالنا الحمد لله هو اللي بغى يقول شي حاجه وكيشتم هاد القناه ولا كيشتم صاحب القناه خاص يتقي الله عز وجل لان هاد السيد هذا راه كيهضر مع الناس المحترمين وما كنزكيش انا نفسي الله يزكي من يشاء حنا الحمد لله راه كما كنقولوا تنعاود نقول حنا راه مع الامير ومع الدوله وكاينين شي ناس خصهم يتقيوا الله عز وجل هاد الناس اللي كيبداو يطعنوا في الامير ولا تيطعنوا في الدوله راه هاد الناس هادو راه قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار اللي بغى يكون كلب من كلاب النار فهو يبقى يسب الامير ويبقى يسب الدوله وهاد الناس راه حنا متبرئين منهم متبرئين منهم من هاد المنبر اللي حنا تنهضروا به دابا حنا مع الامير ومع الشعب ومع الدوله حنا بغينا غير حل حل اللي نعيشوا به مع وليداتنا صافي هذا هو اللي بغينا حنا ما باغيين حتى شي حاجه حنا ما باغيين لا فتان وما باغيينش هاد الفتانين حنا متبرين منهم متبرين من الخوارج متبرين هذوك اللي تيديروا الطاقيات وتيطلعوا المنابر وتيدعوا انهم تيتكلموا على الامير وتيتكلموا وتيدعوا للبيعه ومن جهه اخرى كيبداو هما ترقوا في عباد الله خويا مصطفى نرجعوا للولاعه بما نخرجوا على الموضوع ديالنا الولاعه ديالنا خويا هذا الشيء اللي كاين حنا هضرنا عليها الحل الوحيد هو الناس المسؤولين الكبار يديروا معانا شي حل
باش كلشي يبقى مرتاح صافي. هذا هو اللي كاين اخويا عزيز. كنشكرك اخويا مصطفى. كنبرؤوك اخويا في هذا القناه هذه، كنبرؤوك اخويا عزيز، وما عندناش علاش غنبرؤوك. هي 20,000 ولا مليار ولا عدد لا يعلم. الله يرضي عليك. فهمتيني؟ ما عندناش علاش نبرؤوك، لان حنا الكلام ديالنا واضح. حنا ما تنتخباوش وراء السطور. وراء السطور ما تنتخباوش وراهم، حنا اللي كاين تنقولوا هكا مباشره. كيف معروف علينا الحمد لله، خايبه خايبه زوينه زوينه. تبارك الله عليك اخويا مصطفى، شكرا. لا لا يخطيك، بارك الله فيك. I thought.